ميناء الداخل الأطلسي واحد من أضخم الأوراش التي أطلقها المغرب في السنوات الأخيرة في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية للمغرب. في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية 45 للمسيرة الخضراء، قال الملك محمد السادس إن له تصورا يجعل من الواجهة الأطلسية قبالة الصحراء المغربية واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي، مؤكدا أن ميناء الداخل الأطلسي سيعزز مكانة المغرب في صدارة موانئ إفريقيا بمعية ميناء طنجة المتوسط. مشروع ميناء الداخل الأطلسي كان موضوع اتفاقية خاصة تم توقيعها أمام الملك محمد السادس في فبراير عام 2016. يكتسي المشروع أهمية استراتيجية بالنسبة لغرب إفريقيا وللأقاليم الجنوبية للمغرب. يتيح ميناء الداخل الأطلسي لجهة الداخل وادي الذهب دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية في جميع القطاعات الانتاجية، كما سيمكن من جهة أخرى من تزويد المنطقة ببنية تحتية لوجستيكية حديثة ومتطورة، ستمكن من استقطاب الفرص المستقبلية التي يوفرها قطاع النقل البحري على المستوى الدولي. يتمتع الميناء بتصميم يجعله قابلا لأي عملية توسعة مستقبلية، لا سيما وأنه سيصبح ميناء استراتيجيا عملاقا، وسيتكون من ميناء تجاري وميناء مخصص للصيد الساحلي وفي أعالي البحار وميناء مخصص لصناعة السفن. سيشيد هذا الميناء بمحاذاة منطقة اقتصادية تمتد على مساحة تقدر ب 1650 هكتارا، وتهدف إلى تقديم خدمات صناعية ولوجستيكية وتجارية عالية الجودة. يتطلع ميناء الداخل الأطلسي إلى أن يشكل قطبا اقتصاديا قائما بذاته، ومن المتوقع أن يستقبل الميناء سفنا تجارية كبرى وأخرى تختص بالصيد في أعالي البحار، مما سيعزز من مكانة المغرب كملتقى للخطوط الملاحية الدولية. وسيكون الميناء مركزا لجذب مستثمرين مغاربة وأجانب مهتمين بالتصدير إلى إفريقيا، لا سيما في إطار منطقة التبادل الحر القارية. وبذلك يجسد ميناء الداخل الأطلسي التزام المغرب الراسخ تجاه عمقه الإفريقي وانخراطه القوي في الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في أقاليم المغرب الجنوبية.